بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 54 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بهذه الرسالة التي بعث بها أحد الإخوة، الذي يقول: قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية المباركة وعن الضابط الشرعي في الاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى ما للمستقيم على دينه من المستقبل عند الله سبحانه وتعالى. والمستقيم هو المعتدل الذي ليس عنده غلو وليس عنده تساهل، بل يكون معتدلا في دينه من غير إفراط ولا تفريط. هذا هو الاستقامة. دلت الآية الكريمة على أنه لا يكفي القول، بل لا بد من العمل. ولهذا قالوا ربنا الله ثم استقام، فلم يكتفي بقولهم ربنا الله، بل لا بد من الاستقامة عليها بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله بفعل الأوامر وترك النواهي. والله جل وعلا لما وتوعد من يقول بلسانه ولا يعمل، لما المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا ويقولون آمنا بالله واليوم الآخر لكنهم ينحرفون عن هذه الكلمة ولا يعملون بمقتضاها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، كلمة جامعة، ليس المراد القول بدون عمل، وليس المراد أيضا النية والقصد من غير عمل. النية بالقلب والإيمان بالقلب كما يقولون، بل لا بد من العمل الظاهر. والله جل وعلا يذكر ما أعد لهؤلاء المستقيمين على طاعة الله، ومعنى قوله تعالى قالوا ربنا الله أنهم لا يشركون بالله سبحانه، لأن من عبد غير الله فقد اتخذ ربا غيره وأربابا كثيرة. إذا قال ربي الله فليتمسك بها ويعمل بمدلولها ومقتضاها فيأتي بالعمل، فلا يشرك بالله شيئا ولا يقولها ولا يستقيم عليها. لابد من الأمرين: الإخلاص لله والاستقامة على ما قاله. آمنا بالله ربنا الله، لابد أن يستقيم. لا إله إلا الله، لابد أن يستقيم مع ذلك. ذكر الله سبحانه ما أعد لهم: تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الاحتضار تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند احتضارهم وخروج أرواحهم. حينما تنزل ملائكة لقبض أرواحهم تبشرهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتموه، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة. أبشروا، هذا تبشير، بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني كما أننا كنا معكم في الدنيا على الخير ونسددكم على الخير ونعينكم، نحن أيضا نكون معكم في الآخرة ترافقونهم، كما قال جل وعلا عن أهل الجنة: والملائكة تدخل عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة بصحبتهم في الدنيا وفي الآخرة، ملائكة الرحمة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، يعني في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة. النزل هو الضيافة، نزلا من غفور رحيم، وهو الله سبحانه غفور للذنوب رحيم بالعباد. هذا ما يتلقاه المؤمن الذي استقام على قوله ربي الله، هذا ما يلقاه في الدار الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا له فقرة أخرى في هذا السؤال، يقول حفظكم الله، ورد في الآية وأبشروا بالجنة، جاءت البشارة بالجنة وقرأنا آيات كثيرة أيضا البشارة بالنار، ما الحكم من ذلك وما الرابط في هذين الموضعين؟ نعم، الله جل وعلا إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا رغب في الجنة خوف من النار، ليكون العبد بين الخوف والرجاء. فإذا سمع ذكر الجنة رجا رحمة الله عز وجل وعمل له، وإذا سمع ذكر النار خاف منها، ترك الأعمال الموصلة إليها والطريق المفضي إليها. هذه هي الحكمة بين الجمع بين الوعد والوعيد. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد الشقاري من الفرعة، يقول حفظكم الله، هل الخوف من الحسد ينافي الإيمان بالله وبقدره خيره وشره؟ لا ينافي الخوف من الحسد، الحسد لا شك أنه يخاف منه، ولهذا جاءت الاستعاذة منه في القرآن، من شر حاسد إذا حسد، أنت تستعيذ بالله من الحسد والحاسد ليحفظك الله من ذلك. وكونك تخاف من الحاسد هذا لا ينقص إيمانه، وإنما هو من الخوف الواقع الذي تتخذ ما يحميك منه بذكر الله عز وجل التوكل على الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا المستمع حمد من الرياض يقول، أنشأ أخي مؤسسة مقاولات باسم الوالد، واستقدم عمالا على كفالة الوالد وتركهم يعملون لحسابهم الخاص، واتفق معهم على أن يدفعوا له 200 ريال كل شهر، وقد أوضحت لأخي مرارا وتكرارا بأن هذا غير جائز حسب فتوى العلماء وأيضا حسب نظام وزارة العمل، علما بأن الوالد لا يوافق على ذلك وأخلى مسؤوليته عن هذه المؤسسة نهائيا. فيسأل يقول، هل على الوالد إثم وما حكم ذلك، وما حكم أيضا التستر على هؤلاء؟ كما ذكرت أن هذا فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، وفيه مخالفة لولي الأمر، مخالفة لأمر الله عز وجل بالكذب، أنك كذبت وجعلت محلا ليس لك، إنما هو للوالد، وإنما نسبته لنفسك للحيلة والخديعة، هذه معصية لله عز وجل، وأيضا معصية لولي الأمر، فإن ولاة الأمور يمنعون من هذا لصالح المسلمين، لا يجوز أن تخالف في ذلك. وفيه محذور ثالث، هو أنك تتاجر بالناس بأعمالهم وكدهم وكسبهم فتأكله ولا تعطيهم إلا القليل، مع أن كدهم لهم عرقهم وتعبهم، كيف تأخذه ولا تترك لهم إلا القليل؟ هذه محاذير عظيمة، فعلى من يتعاطون هذه الأعمال من الرجال والنساء، حتى النساء تعمل هذا العمل، أن يتقوا الله عز وجل، لأن هذا حرام وظلم ومعصية لولي الأمر. وفيه محاذير كثيرة، وأبواب الرزق الحلال كثيرة ولله الحمد، طلب الرزق المباح كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فننصح لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا العمل المشين، وأن يطلبوا الرزق بالطرق المشروعة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول، هل يدخل في قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما يفعله بعض الشباب في مركباتهم من إزعاج للآخرين ومن إهلاك لهذه المركبة وكذلك من تفحيط، بارك الله فيكم؟ لا شك أن هذا عمل محرم، هذا العبث عمل محرم، أولا أنه عبث لا فائدة من ورائه، الأمر الثاني وهو أشد أنه تعريض للنفس للتلف. الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا مخاطرة ليس من ورائها فائدة بل هي ضرر محض وعبث. والأمر الثالث أن هذا فيه ترويع للناس، وفيه أيضا أمر رابع وهو أن هذا فيه عبث في طرقات المسلمين، سد للطرق على المشاة وعلى السائرين، وهذا كله عبث ضار للإنسان العابث ولغيره، وكم هلك من أنفس بسبب ذلك العبث. والسيارة سلاح قاتل، السلاح لا يلعب به، وكفر للنعمة، فإن السيارات نعمة من الله، يركبونها ويحملون عليها ينتفعون بها، كونها تستعمل في معصية الله وفيما هو ضرر على الإنسان وعلى غيره هذه كفر للنعمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى ولاة الأمور أن يضعوا حلا لهذا الشيء لأنه استفحى
على الآن، وحصل من جرائه وفيات كثيرة. إتلاف للسيارة أيضا وهي مال محترم، ولا يجوز إتلاف المال والعبث بالمال. إن الله يكره لكم قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة المال، فيه إضاعة للمال بغير فائدة. على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا العبث، وعلى ولاة الأمور أن يأخذوا على أيديهم من آبائهم وولاة الأمور والولاية العامة الحكومة، أن يمنعوا هذا الشيء، لأنه استفحل أمره وتطاير شره. بل إنهم يفسدون البراري الآن، براري والفلوات يفسدونها، يوطئ السيارات والعبث بالسيارات حتى أصبحت لا تنبت. الأراضي الفلوات التي تنبت أصبحت الآن لا تنبت بسبب كثرة ما يطأها من سيارات هؤلاء العابثين. عليهم أن يتقوا الله عز وجل، هم مسلمون، كيف يكون هذا عند المسلمين؟ هذا مما يفرح الكفار ويشمت الكفار بنا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر، محمد صديق يقول: من نذر أن يتصدق بماله كله هل يلزمه أن يتم هذا النذر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أراد أن يتصدق بماله كله: أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. الإنسان لا يخلي نفسه من المال يتصدق به، هو أولى، حاجته أولى. إذا فضل عنده شيء عن حاجته وحاجة من يمونه إنه يتصدق بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بمن تعول، يقول ابدأ بمن تعول. نعم، قل: من نذر وهو غير بالغ هل يلزمه الوفاء بالنذر؟ اللي غير بالغ لا يلزمه شيء، من لا يجب عليه شيء، لأنه غير مكلف. تكليف إنما يكون بعد البلوغ. نعم. سؤاله الآخر يقول: من نذر أن يبني مسجدا في بلد ما ولكن تعثر ذلك، هل يبنيه في أي بلد يراه؟ لا بأس بذلك، أن يبنيه في المحل المحتاج له، المحل المحتاج له، سواء البلد الذي نواه أو غير البلد الذي نواه. نعم. أيضا السؤال الأخير للأخ محمد صديق يقول: ماذا عن وصية المتوفى بأن يدفن في مدينته التي ولد فيها ولكن لصعوبة التنقل يصعب تنفيذ الوصية؟ لا تنفذ، إذا صعب تنفيذها لا تنفذ، يدفن مع المسلمين في أي مكان والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل، وهو الأخ بدر من القوعية، يقول ويسأل عن حكم شهادة الزور، وهل تدخل في قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم؟ نعم، شهادة الزور من أعظم الكبائر، وهي من الموبقات، يعني المهلكات، عدها النبي صلى الله عليه وسلم مع السبع الموبقات، مع أكبر الكبائر، وفيها محاذير: أولا أن فيها إهدارا للذمة، ذمة الشاهد، وثانيا أن فيها إضاعة لحقوق الناس، قد يحكم بشهادته ويؤخذ مال المظلوم ويدفع له بموجب شهادته، قد يقتل يسفك دمه بسبب شهادة الزور، لا غير ذلك، يؤخذ ماله، لا غير ذلك من المحاذير. وجاء في الحديث: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار، حتى تجب له النار. الله جل وعلا يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد أن تكون الشهادة مبنية على العلم، لا يشهد إلا بما يعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فلا يشهد إلا بما يعلم ولا يشهد بما لا يعلم، يتوقف عن هذا. يجب على المسلم أن يحترم الشهادة، ولا يشهد إلا على بر وعلى صدق وعند الحاجة، وليست الشهادة من باب الفزع كما يظن بعض الجهال، لما يشهد ما بخير، ما يساعد إخوانه جماعة، لا، هذا حرام، ما يجوز، هذه ما هي مساعدة، هذه مساعدة على الشر، وليست من صالح المشهود لهم. المسلم يتوقف عن شهادة الزور ويعظم الشهادة حق التعظيم، ولا يقدم عليها إلا إذا طلبت منه وعنده خبر وعنده شهادة صحيحة، أو أنه خشي أن يضيع الحق، والذي له الحق ما علم إن عندك شهادة فإنك تبديها لئلا يضيع الحق. ما عدا هاتين الحالتين لا يجوز أنك تبادر. في الحديث أن الناس يأتون في آخر الزمان يشهدون قبل أن يستشهدوا، تسبق شهادة أحدهم يمينه. نعم، أحسن الله إليكم. نختم شيخ صالح هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول السائل: سمعت من أحد الإخوة أن الوضوء يجوز الصلاة به في أكثر من صلاة في اليوم، فهل لكم أن توضحوا لنا ذلك؟ نعم، ما دام لم ينتقض الوضوء فإنه يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، وإن كان الأفضل أنه إذا صلى به أن يجدده للصلاة الثانية، هذا من باب الفضيلة. أما من باب الجواز والإجزاء فيصلي فيه
ما بقي وضوءه بدون ناقض يصلي فيه ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.